البورصات تتكامل أم تتنافس. يعني كان حضور رؤساء البورصات العربية مهم جدا في هذا المؤتمر، وصل التعرف أيضا على بعض التطورات في الأسواق العربية، سواء كانت لنا كرؤساء بورصات أو للحضور من المشاركين من القطاع المالي المصري والعربي بشكل عام. لكن التكامل يجب أن يبقى هدف، يعني في ضوء الزخم الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة اتخذتها المؤسسات لتحسين المناخ الاستثماري. إن شاء الله العام القادم بإذن الله تعالى نشهد كتابات جديدة وإصدارات جديدة، قانون بيئة استثمارية جديد، أن حوافز جديدة للاستثمار بشكل عام غير مسبوق. لكن أكيد طبعا الجيوبوليتكس اللي المنطقة بتأثر بشكل عام على الاقتصاد. إحنا نشهد مزيد من الاستثمارات، مزيد من تأسيس الشركات خلال العام القادم. يعني لدينا أيضا خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله سنوقع اتفاقية للانضمام إلى منصة تبادل. التوقيع على الاتفاقية سيكون بداية مرحلة، من شهر زمان راح يكون في إطلاق للتعامل أو التداول عفوا، الإطلاق راح يكون لاحق للتوقيع. إحنا تأمل من خلال منصة التبادل إنه يصير في نوع من التعزيز السيولة لدى البورصات المشاركة في هذه المنصة، مزيد من التعاون بين البورصات، مزيد من التعرف على التطورات اللي بتصير في هذه البورصات، وأيضا لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية في الأسواق، وأيضا تطوير عمل الوسطاء الماليين، شركات الخدمات المالية اللي تعمل في هذا المجال. نحقق هذه الأهداف خلال يعني الفترة القادمة من خلال الانضمام إلى هذه المنصة. حكيت إنه هي تكون نواة لعمل عربي مشترك يصب في مصلحة اقتصاداتنا جميعا وفي مجال تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين في الدول العربية بإذن الله تعالى.